ارزنا احرزنا الحرز للمنى حبرنا هو المجد للولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ حسن كل خير ولاقته المسرة والحبور معي الحافظ حسن. So today we have Hafiz Hassan with us. Among those whom Almighty had blessed with Quran in America. Yeah, so we begin Surah Al-Naba bi riwayat wa bi qira'at Ibn Kathir. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت
كنت ترابا. بارك الله فيك. You recited إنا أنذرناكم. What is the دليل فأنذرناكم؟ Knowing that is أنذرناكم. سكون فحفص. Okay. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. بارك الله فيك. ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. So قال إمام قالون هي استخير. But إمام ابن كثير he has no تخير. وقالون بتخيره جلى. But ابن كثير has no تخير. بارك الله فيك. And you recited قول الله تبارك وتعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر. الدليل فيداه. Knowing that Hafs recites Yadahu without Sila. Proof of that. وما قبله التسكين لابن كثيرهم أحسن الله إليه. Yeah. So ابن كثير he recited with Sila. جزاك الله كل خير. سورة المطففين برواية شعبة. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدريك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بجين على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله ما شاء الله بارك الله فيك كلا إن كتاب
قاتل في عليين عليين. So the, in عليين we have two ya. So if you say عليين, it's okay. Like it's one ya being prolonged. عليين. So the ya prolonging another ya. Jazakallah khair. You recited Barina. You recited Barina for Shu'ba, the proof for Barina. Okay. The first one is وَسَكْتَةُ حَفْصٍ دُونَ قَطْعٍ لَطِيفَةٌ عَلَى أَلِفِ التَّنْوِينِ فِي عِوَجًا بَلَى وَفِي نُونِ مَرَّاقٍ وَبَرْقَدِنَا وَلَامِ بَرَّانَا وَالْبَاقُونَ لَا سَكْتَ الْمُوصَدَى حَسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ بَرَكَ اللَّهُ فِيكَ. And the other one is وَقُلْ صُحْبَةٌ مَرَّاقٍ وَقُلْ صُحْبَةٌ بَرَّانَا وَقُلْ صُحْبَةٌ بَرَّانَا وَاصْحَبْ مُعَدَّلَا حَسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ بَرَكَ اللَّهُ فِيكَ. This combination shows that you studied the root well. You know, bringing the combination of وَسَكْتَةُ حَفْصٍ and وَقُلْ صُحْبَةٌ بَرَّانَا وَاصْحَبْ مُعَدَّلَا shows that you studied the root. بَرَكَ اللَّهُ فِيكَ. The last question is in Surati Al-Ikhlas bi riwayat Shu'ba. Okay. Al-Ikhlas bi riwayat Shu'ba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بارك الله فيك. جزاك الله كل خير. What's your advice being blessed with Quran to the what would be your advice being blessed with Quran to the shabab of ummah, not only here in America but around the world? Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Well, we all know the hadith that the best of you are those who learn the Quran and also teach it. Yeah. And the best of knowledge is the Quran. So if you want to be honored in this life and the hereafter, then the Quran is what you need to do, inshallah, what you need to study. Inshallah. يرزنا حرزنا الحرز للمنى حبرنا هو المجد للولى.